في السادس من أغسطس سنة 2012 حطت مركبة كيريوسيتي التي أرسلتها وكالة الأبحاث الفضائية الأمريكية ناسا على كوكب المريخ، وعلى متنها آلة تصوير متطورة تعمل بأشعة الليزر. وراء تصميم هذه الآلة عالم فيزياء عربي جاء من الجزائر، البروفيسور نوردين مليكشي. طور من خلال هذه الآلة تقنية للتصوير بأشعة الليزر تسمح بكشف حياة محتملة على الكوكب الأحمر. مسيرة الدكتور مليكشي مليئة بالنجاحات، إلا أنه دائما ما يؤكد بأن البداية كانت من الجزائر. زدت في الجزائر ودرست في الجزائر وتربيت في الجزائر، مشيت في مدارس جزائرية، بعد هذيك مشيت لإنجلترا باش ندير بي اتش دي في الفيزياء، وجيت لهنا أمريكا وخدمت هنايا حتى دوكا راني ممبر اوف التيم ناسا تيم، وانا نخدم مع اون بروجيكتس وذ ناسا منذ 1998 ونخدم معهم. وعن المناخ والفرص التي توفرها أمريكا للباحثين القادمين من مختلف أنحاء العالم يقول البروفيسور مليكشي. أمريكا يعني تعطي opportunities للباحث مهما كان منين جاء، وهذ these opportunities لازم واحد يخدم يستغلها، لازم يستغلها، وكي تستغلها وكي تخدم وكي الاخر يعني تنجم تكمل. يعني امريكا تعطيك هذاك المناخ باش تعمل باش تخدم وباش تنجم تروح من وين كنت حتى تكون في مكان اخر اعلى ولا هذا. يشتغل البروفيسور مليكشي منذ منتصف الثمانينيات في جامعات ومراكز بحث امريكيه، توصل خلالها إلى تحقيق 14 براءة اختراع. في هذا المختبر أجرى مليكشي تجارب حول واحدة من أعقد عمليات استعمال أشعة الليزر في محاولة لكشف حياة محتملة على المريخ. جينا من المريخ كيريوسيتي تبعث لنا داتا، وهذا الداتا هذا we analyze it to see باش يعني هل هذا الليزر do they exist and if they exist يعني هل ممكن مريخ كان فيها حياة وهل فيها حياة اليوم. أبحاث البروفيسور مليكشي لم تقتصر على الفضاء، بل تعدت إلى كل ما يمكن أن تساهم به أشعة الليزر في التشخيص المبكر لداء السرطان بكل أنواعه. احنا نخدمه هنايا باش ننجم نشوفه بلي يعني عبد إنسان يكون عنده مرض السرطان في حالة بدائية يعني غير مبدأ غير المرحلة الأولى، لأنه لو كان واحد ينجم يعرف اللي عنده مرض سرطان في مرحلة بدائية في 95% of the cases هذا ينجم يتعالج. مسيرة البروفيسور نوردين مليكشي واحدة من قصص النجاح العربية في أمريكا، وربما يكون مثالا للشباب العربي الطموح. فما هي الرسالة التي يوجهها البروفيسور لهؤلاء الشباب؟ الرسالة اللي بعتها للشباب العربي هو أن يأمن بنفسه وأن يأمن بنفسه ويكون يعني واعي وش يعني ما هي المعركة الحقيقية تاعنا، المعركة الحقيقية هي العلوم التكنولوجيا والتقدم.